السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج من فلسطين عبر قناة الرافدين. ما أوجه معاناة القدس تحت الاحتلال الصهيوني وفي ظل وباء كورونا؟ ما أهمية انطلاق حملات داعمة للقدس في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من استفراد صهيوني كامل؟ ما طبيعة الحملة الشعبية الدولية إسعاف القدس؟ وما أبرز أهدافها؟ وفي زهرة المدائن قرية الجيب المقدسية، كما تتابعون معنا في ذاكرة فلسطين لهذه الحلقة، الكاريكاتير الفلسطيني، تاريخ ممتد منذ الاحتلال البريطاني حتى اليوم، فتفضلوا بالبقاء معنا. زورونا يا أهل اجمع أحبابك وولادك ومعاهم صحابك وإخوانك، واسمع صوت الأقصى ينادي رمضان بساحة. من أرض الضفة ومن غزة، من المثلث ونقب العزة، شد الشراع الهم وخلي حلم القدس يطير يعلي، ونربي جيل التحرير. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. تكابد مدينة القدس المحتلة معاناة كبيرة تحت الاحتلال الصهيوني الذي وقع عليها بعد عام 67. احتل الصهاينة القدس احتلالا كاملا. منذ ذلك الوقت لم يتوقف الاحتلال عن مخططاته الرامية إلى مزيد من السيطرة الفعلية واليومية والقاسية على حياة المقدسيين في المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لا تخفى علينا جميعا سياسات الاحتلال التي تطال الأرض والإنسان والمقدسات والحجر والشجر في المدينة المقدسة، ولا سيما في جوهرة هذه المدينة البلدة القديمة التي تحتضن المسجد الأقصى المبارك حفظه الله. هذه السياسات ازدادت سوءا في ظل جائحة كورونا التي تهدد المدينة المقدسة كما تهدد كثير من دول العالم. هناك عشرات الإصابات في المدينة المقدسة، هناك معاناة صحية كبيرة وظروف اقتصادية لم تمر على المدينة منذ عقود طويلة. من أجل هذا الموضوع كان لابد من إطلاق حملة أحسن القائمون عليها في تسميتها عندما أطلقوا عليها اسم إسعاف القدس، وهي حملة شعبية دولية لإنقاذ المدينة المقدسة. والقدس في الحقيقة في حاجة كبيرة إلى إسعاف سريع، كما لو أنها تعاني من حالة حرجة، وهذه الحالة الحرجة مستمرة منذ سنوات طويلة وازدادت سوءا في الآونة الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة مع تفشي هذا الوباء في كافة أنحاء العالم وانعكاسه بكل تأكيد على المدينة المقدسة بصورة كبيرة كما سنرى بعد قليل. لأجل مناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف معي عبر سكايب من إسطنبول الأستاذ ياسر الخطيب المتحدث باسم حملة إسعاف القدس. مرحبا بك معنا سيد ياسر.
مرحبا بك مرحبا بك أخي الكريم، أهلا السلام فيك. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. كما يسعدني أن أرحب بالأستاذ سمير سعيد الباحث المتخصص في شؤون القدس المحتلة، مرحبا بك معنا أستاذ سمير. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بكما. اسمحا لنا أن نبدأ بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش في هذا الموضوع إن شاء الله. لأن القدس أمانة في عنق كل مسلم، ولأن تلبية نداء نصرة أهل القدس واجب، ولأن أولوية بيت المقدس تسبق كل الأولويات، أطلقت الهيئات والمؤسسات العاملة للقدس في مختلف دول العالم الحملة الشعبية العالمية إسعاف القدس لإغاثة المقدسيين المحاصرين وإسنادهم لمواجهة وباء كورونا وتثبيتهم في القدس لحماية الأقصى في شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والصدقات والخيرات. تهدف الحملة لتغطية الاحتياجات الطارئة للمقدسيين من خلال المشاريع التالية: أولاً، مشروع حقيبة الإسعاف. ثانياً، مشروع إفطار الصائم. ثالثاً، مشروع السلة الغذائية. رابعاً، مشروع دعم المتعطلين عن العمل. خامساً، مشروع سهم الغارمين. سادساً، مشروع كفالة الأسر التي تأوي الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. سابعاً، مشروع كسوة العيد. ثامناً، مشروع زكاة الفطر. ساهم معنا للمشاركة في هذا الواجب وأدي أمانتك تجاه القدس وضاعف أجرك في رمضان الخير من خلال رابط الحملة على موقعنا الإلكتروني. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. القدس تنزف، أسعف القدس. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذا هكذا تبدو الأوضاع في مدينة القدس المحتلة. ننتقل لترحيب مرة أخرى بضيفين الكريمين، الأستاذ سمير سعيد الباحث المتخصص في شؤون القدس، والأستاذ ياسر الخطيب المتحدث باسم حملة إسعاف القدس. أبدأ معك أستاذ سمير في هذه الحلقة. لا تخفى عليكم المخططات التي يقوم بها الاحتلال بتنفيذها في مدينة القدس، وازداد الأمر سوءا كما أشرنا في المقدمة مع وجود هذه الجائحة التي وصلت المدينة في الآونة الأخيرة. أولا، كيف تقيمون الأوضاع في هذه الأيام في مدينة القدس لو سمحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة ما يتعلق بموضوع المخططات الصهيونية التي لم تتوقف منذ الاحتلال إلى الآن، وهذه المخططات لا بد أن نشير إلى بعض المسائل. المسألة الأولى متعلقة بتقسيماتها: الخطط القصيرة الأمد وخطط متوسطة الأمد، العقود السابقة. نحن نتكلم من عام 48 إلى اليوم. إذن الاحتلال يسير بخطى على يقين، هو بالنسبة له على يقين بأنه يقوم بالتهويد للقدس شيئا فشيئا وقصة كقصة متتابعات. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه، لا يوجد عنده وسيلة تعتبر محرمة، كل الوسائل متاحة. الحكومة العبرية رسميا وأهليا وبلديا ومؤسسيا وضعت العديد من الخطط العمرانية والسكانية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية والإجرائية للاستيلاء على القدس وتفريغها من السكان الأصليين. إذن هو يده مطلقة في موضوع القدس للتهويد بكل ما تعنيه الكلمة. وبالتالي نحن الآن نريد أن نتحدث عن الأوضاع الحالية في زمن كورونا. نحن بين وباءين، الوباء الأول متعلق بوباء الاحتلال وهو الوباء الأخطر، والذي يجب على الأمة أن تقوم باجتثاث هذا الوباء عن القدس والمسجد الأقصى وعن فلسطين. والوباء الثاني الآن وباء كورونا، فهو أصلا استغل وجود الوباء لإكمال مخططه. لا يعتبر هذا الشيء جديد على القدس أصلا، هو نعم. شيء مستمرا لموضوع التهويد لمدينة القدس. نعم.
أتوقف هنا للانتقال للأستاذ ياسر الخطيب المتحدث باسم حملة الإسعاف القدس. أستاذ ياسر، كان لابد أن تكون هناك حملة من هذا النوع خاصة في هذا التوقيت. نحن نتحدث الآن عن مدينة أولا تعاني من وباء سابق وسرطان احتلالي منذ عقود طويلة، وجاء هذا الوباء فوقعت المدينة بين هذين الوبائين وهي تنزف في الحقيقة، كما تفضلتم بأن هناك نزيف حقيقي في المدينة، إغلاق كامل للمحال التجارية، الحياة الاقتصادية منهارة، الأوضاع الصحية سيئة. نحن نتحدث عن مدينة بالفعل تنزف منذ فترة طويلة. لماذا أطلقتم هذه الحملة في هذا التوقيت؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون مدينة القدس تستنزف منذ قرن وإلى الآن. هذه الحملة إسعاف القدس تأتي في ظل انتشار وباء كورونا وانشغال العالم والإنسانية بهذه الجائحة، حيث أصبح هذا الوباء حديث وسائل الإعلام وانشغل الناس بهذا الوباء عن الوباء الأكبر كما قال فضيلة الدكتور، هذا الوباء الكبير الذي يجتاح أولى القبلتين ومصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت مدينة القدس الآن بين وباءين، وباء الاحتلال ووباء المرض، وهذا الاحتلال لا يفرق بين الأزمنة في الاضطهاد، فحتى هذه الجائحة استغلها أبشع استغلال في تمرير مخططاته للسيطرة على الأقصى وتمرير مخططاته الاستيطانية. يعني كما رأينا هناك قام بقمع المصلين من كل ساحات الأقصى واعتقل كل من يحاول حتى تعقيم المسجد الأقصى أو حتى نشر نشرات توعوية واعتبرها خرق للسيادة الإسرائيلية على القدس. أيضا أقدم على اعتقال 4 مقدسيين يريدون تقديم طرود غذائية، وصادر أكثر من 200 طرد غذائي كانوا سيقدمونها للعائلات المستورة. أيضا وغرم كل فلسطيني 5000 شيكل ما لم يلتزم بهذه التعليمات، في حين أنه سمح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، وقام أيضا بقطع المياه عن بعض المناطق. يعني هذا الحصار ضيق الحصار على أهلنا، بسبب هذا الحصار والتضييق أدى أيضا إلى تردي الأوضاع الاقتصادية قبل الحصار. هناك كما تعلمون الحكومات العالمية في كل الدول قامت بتخفيض الضرائب، قامت بتأجيل الأقساط والديون، لكن هذا الاحتلال على العكس يتفنن في استحداث ضرائب جديدة مع الضرائب الموجودة أصلا، ضرائب الأرنونة وغيرها. وهذا الحصار يعني أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية. لأجل ذلك كان لابد من إطلاق هذه الحملة أستاذ ياسر، يعني لو تحدثنا عنها بمزيد من التفاصيل لو سمحت. نعم أستاذ، كما تعرفون اسمح لي فقط أن أقول هذه المعلومة. بالنسبة لأهالينا في مدينة القدس بسبب تضييقات وسياسات الاحتلال وصلت نسبة الفقر قبل هذه الجائحة إلى 75%، هذا قبل أزمة كورونا. طبعا هذه الأعداد تضاعفت الآن بسبب إغلاق المحلات وتوقف الأعمال، وأصحاب الدخل اليومي أصبحوا الآن بلا مصدر رزق بسبب هذا الحجر الصحي. هؤلاء أصحاب المحلات تراكمت عليهم الديون بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال في ظل إغلاق المحال التجارية، وهذا سيؤدي إلى عدم قدرتهم على تسديد هذه المبالغ وبالتالي مصادرتها وبيعها في المزاد العلني وتحويلها للجمعيات الإسرائيلية، وهذا ما تهدف إليه سلطات الاحتلال من هذا التضييق على أهلنا. يريدونها خلوا من أهلها حتى يستفردوا بها. بالنسبة إلى المشاريع التي أطلقناها، طبعا هذه المشاريع هي تتضمن موجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقف الأمة ومؤسسة منبر الأقصى الدولية. تشمل هذه وجبات الإفطار في شهر الخير والبركة، وكما حتى يضاعف الأجر عند المؤمنين، من أفطر صائما فله أجره ولا ينقص من أجره شيئا. أيضا وهناك أيضا دعم ذوي الدخل المحدود والذين توقفت أعمالهم الآن بسبب هذه الجائحة، وهناك أيضا حقيبة الإسعاف التي تحتوي على مواد للتعقيم، حتى لأن هناك أهلنا يجابهون هذه الجائحة لوحدهم، لا يوجد هناك حكومات تساعدهم، لا يوجد أحد يساعدهم إلا هناك أهلنا في مدينة القدس. أيضا عندنا السلة الغذائية، السلة الغذائية للأسر الفقيرة حتى تسندهم في هذه الفترة الحرجة، وعندنا زكاة الفطر وكسوة العيد.
طبعا هذه المشاريع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي في وقف الأمة، مجرد أن يدخل المتبرع الكريم إلى هذا الموقع هناك سيجد هذه المشروعات. يمكن يعني عملية تبرع بسيطة جدا، يضيف إلى السلة، يختار ما يشاء، وثم يدخل البريد الإلكتروني ورقم السري، ويعني يمر الحساب بشكل سهل وبسيط إن شاء الله. نعم، نحن أيضا في خلال المواد التي عرضناها عرضنا مادة فيديو، وسنعرض مادة أخرى فيها بيانات الوقف حتى لمن يعني يفكر بالتبرع أو إسعاف المدينة في هذا الوقت. سأعود إليك أستاذ ياسر مرة أخرى. للسيد سمير معنا، نحن نتكلم عن يعني أن الاحتلال حتى يعيق محاولات مساعدة المدينة، سواء من خلال استهداف الجمعيات العاملة في هذا الشأن، أو حتى كما قال الأستاذ ياسر قبل قليل أنا أسميها سرقة بعض المعونات كما شاهدنا بالفيديو، يعني حتى لا تصل للناس، وملاحقة بعض الشباب الناشطين الذين يحاولون أن يقوموا ببعض الأنشطة الاجتماعية أو الخيرية من أجل إسعاف الناس. الاحتلال حتى يرصد هذه الأشياء ولا يدع مجالا للقيام بها. نعم، الحقيقة أخي الاحتلال أصلا مستمر في التهويد، وكل شيء يؤدي إلى التهويد وإلى التدمير فهو صاحب هذا الأمر. والسياسات الإسرائيلية التي انتهجها على مدار السنوات السبع العقود السبع الماضية أو يزيد عن ذلك، تتكلم عن موضوع التهويد، موضوع الأسرلة، موضوع العبرنة، وموضوع الصهينة. انت تخيل هذه المصطلحات الأربعة، ضعها أمامك وانظر كيف يشتغل بمنهجية دقيقة جدا، مخطط لها بتايم تيبل واضح، عنده خطط، عنده برامج يقوم بتحديدها وتقسيمها على الدول وتقسيمها على الجمعيات وتقسيمها على المنظمات، حتى كل منه يشتغل بهذا المخطط. ومخططاته لم تقف أصلا مطلقا. لذلك أنت تقول هو يسرق المساعدات، أي مساعدات؟ هو سرق الأرض وسرق التاريخ وسرق كل شيء، بل هو الآن صاحب الحق الحصري كما يزعم بالتزوير والتبديل والتحريف وكل ما يتعلق بهذا الجانب. غير كل شيء في القدس، غير المصطلحات، غير المفاهيم، غير الأسماء، ما أبقى شيء في القدس على ما هو عليه وعلى حاله. لذلك عبر الشيخ عكرمة صبري تعبيرا جديدا، وهذا لأول مرة أسمع الشيخ عكرمة صبري يعبر بهذا التعبير وهذا المصطلح الجديد، يقول التهويد المرعب للقدس. وأنا أريد أن ألفت نظر الجميع أيها الإخوة الكرام المشاهدين، هناك يعني نحن مطلعين على قضية القدس عموما الباحثين وأهل فلسطين، ومع ذلك نحن نتفاجأ كل يوم بمخططات جديدة على مدار السنين الماضية والسنين الحالية، بل حتى على مستوى المستقبل. لذلك الاحتلال ينتهج سياسات واضحة، كل 10 سنوات يطرح مشروعا جديدا مخاطبا فيها المجتمع الصهيوني بين قوسين أو اليهودي، ويخاطب شعبه، بل ويحترم شعبه في هذا، لأنه يريد هو أن يشتغلوا معه في تنفيذ هذا المخطط. لذلك يضع المخطط بتقسيمات واضحة وبينة جدا في داخل القدس. لذلك نحن نفاجأ كل 10 سنوات لدينا مخطط جديد، وهذا ليس من الآن يا جماعة. للتنبيه فقط، عام 1897 أول مؤتمر بال، في 1907 كان عنده مؤتمر، وكل 10 سنوات لديه مؤتمر. حتى اليوم ينعقد مؤتمر بال بسويسرا كل 10 سنوات في كل 7، يعني اللي هي موضوع 87 97 2007 إلى اليوم. وبالتالي هو يخطط هذه الخطوات العشرية لتهويد القدس، فكل فترة يضع مخطط ل10 سنوات ثم يأتي لتطبيقه على أرض الواقع. نعم، وأنا كما قلت المخططات المرعبة للقدس. في عام 93 اتخذ قرارات خطيرة جدا لتهويد مدينة القدس وما يسمى المدينة المتروبوليتانية، وهو يريد أن يأخذ في خطة عشرية، كان يريد أن يأخذ طيب أستاذ سمير سأعود إليك مرة أخرى بعد قليل، يبدو أن الاتصال انقطع. الأستاذ ياسر، نحن نتكلم عن إحصائيات، حتى إحصائيات في الحقيقة مؤلمة،
على سبيل المثال نسبة الفقر تصل في مدينة القدس إلى 80%، نسبة البطالة إلى 31%، وهناك أرقام ونسب أخرى يمكن أن تفيدنا بها لو سمحت، تعكس أوضاع وحالة المدينة التي تعاني منها لسنوات طويلة. نعم، بالنسبة هذه الأرقام التي تفضلتم بها أستاذي الكريم هذه كانت قبل الجائحة، يعني حسب الدراسات 80% نسبة الفقر و 31% هي نسبة البطالة، هذه الأرقام قبل الجائحة وقبل توقف الأعمال، لكن الآن مع جائحة كورونا ازدادت هذه الأعباء وازدادت الحاجة عند أهلنا في مدينة القدس. لذلك نحن رفعنا هذا الشعار وقلنا شعار إسعاف القدس، هذه الحملة العاجلة. هذه الحملة طبعا تتوافق هذه الحملة أيضا مع شهر رمضان، شهر الخير والبركة، لكن هذا موسم رمضان هذه السنة مختلف عن السنوات الماضية، فالمسجد الأقصى مغلق بسبب الاحتلال وهذا الوباء كورونا، وأيضا الأسواق والأعمال توقفت، وأصحاب الدخل اليوم كما تعرفون الذين يعتمدون على هذه الأسواق وهذه المواسم أيضا الآن أضحوا بلا عمل. لذلك ازداد الحاجة لدعم أهلنا في مدينة القدس وتأمين الممكن والضروري من احتياجاتهم الأساسية في القطاعات الاجتماعية والصحية. لذلك تشاهدون أن هذه الحقيبة المساعدات المشاريع الثمانية تدخل ضمن المشاريع العاجلة. نعم، طيب أستاذ ياسر وأستاذ سمير اسمح لنا أن نشاهد هذه المادة أيضا، هذا الفيديو المتعلق بالمدينة وأبرز الإحصاءات فيها، ثم نعود لمزيد من النقاش والحوار بحول الله. تعاني القدس من ظروف قاسية بسبب الاحتلال الجاثم على صدرها منذ عقود طويلة، حيث يبلغ عدد المقدسيين الموجودين في القدس 435,753 مقدسياً، تصل نسبة البطالة بينهم إلى 31%، بينما تصل نسبة الفقر في المدينة إلى 80%. أما بالنسبة للعمال العرب في مدينة القدس فتصل نسبتهم إلى 52%، بينما تصل نسبة التجار في القدس إلى 16%، كما ترتفع نسبة العائلات دون معيل بشكل كبير، وهي الفئات التي تضررت بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا لتزداد حاجة المدينة لمعين. فلنجعل من نصرة القدس أسلوب حياة نعيشه، ولنكن عوناً للمقدسيين الراسخين كجذور الزيتون المبارك من خلال التبرع لمشاريع الحملة العاجلة لدعم المقدسيين المتضررين من فيروس كورونا عبر موقعنا الإلكتروني. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من فلسطين. أعود لضيفي الأستاذ سمير سعيد. يعني نحن نتكلم عن أرقام وصلت إليها المدينة بفعل فاعل، يعني هذه التراكمات كلها تنعكس على الناس الذين يعيشون في هذه المدينة، قرابة نصف مليون نسمة، وهؤلاء الناس يعني يعيشون في معاناة مكابدة يومية. نحن لا نتكلم عن فترة جائحة وتذهب أو مصاب يأتي وينتهي، إنما نتكلم عن حياة يومية فيها من المعاناة الكثير في جميع القطاعات، ومنها القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي والقطاع الصحي الذي يعاني الآن وينزف في ظل هذه الجائحة. نعم، الحقيقة الاحتلال أخي الكريم ينتهج سياسات، وهذه السياسات طبعا بلا شك كما ترى كما سمعنا في التقرير متعلقة بالقضايا الاجتماعية ونسبة البطالة والفقر وكل ما يتعلق بهذا الجانب، لأنه هو أصلا مارس السياسات للوصول إلى هذا الأمر. والقصة كلها يا جماعة أنه يريد أن يخرج الشعب الفلسطيني من داخل مدينة القدس، والآن بعد جدار الفصل العنصري هو فتح مجال لكل الناس، تعالوا بدكم تخرجوا برا إلى الضفة الغربية تعالوا نخرج. حتى آخر تصريح كان لخليل التنفكجي حول موضوع تهويد القدس، هناك قضية خطيرة جدا يا جماعة أنه يريد أن يزيل الخط الأخضر،
ولمن لا يعرف الخط الأخضر هو خط الهدنة الفاصل بين شرقي القدس وغربيها. بماذا؟ يريد أن يستولي على كل القرى والمدن المحيطة بالجدار ويدخلها إلى منطقة القدس إلى 48 ويزيل شيء اسمه خط أخضر حتى لا يمكن في المستقبل أن يكون هناك أي اتفاق. وبالتالي إذن هذا هو المخططات المرعبة التي نتحدث عنها. الآن عنده مصطلح جديد اسمه مصطلح التسمين، وهذا المصطلح ما أطلق مؤخرا على التوسع الطبيعي للمستوطنات، ويرتكز هذا المشروع على تنظيم كل المستوطنات في كتل ضخمة يجعل من الصعب أن يكون مستقبلا أي حلول على الأرض وعلى الواقع، وأن يكون أمن هذه المستوطنات في يده ونظامها البلدي أيضا في يده. وبالتالي هو يريد أن يمسح كل شيء في التاريخ الموجود حول القدس والمسجد الأقصى المبارك. سياسات العزل التي ينتهجها في عزل فلسطين عن الدول العربية والإسلامية، وعن طبعا القدس عن الدول العربية والإسلامية، أيضا عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. هو يعزلها الآن عن موضوع الضفة الغربية، وعزلها سابقا عن موضوع غزة، والآن يحاول أن يعزلها أيضا عن منطقة 48، بل وصل إلى أن يقوم بعزل خارج الجدار عن داخل الجدار. إذن كل هذه السياسات التي ينتهجها هي سياسات تحطيم كامل لكل ما تعنيه الكلمة في داخل منطقة القدس. لذلك كل هذا طبعا سيسبب انعكاس طبيعي على الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية. والسبب في ذلك لأن الحياة الاقتصادية أيضا مضروبة والتعليم مضروب، فإذا دخل الجهل والفقر إلى دولة دخل كل شيء، دخل كل الفساد بعد ذلك، وبالتالي طبعا حينعكس على الناحية الاجتماعية، وظهرت عندنا مشاكل اجتماعية كبيرة جدا في داخل القدس. وبالتالي هذا الإطار الذي أتحدث عنه أنشأ مجموعة من الاحتياجات. نعم. هذه الاحتياجات، ولعله يكون هناك أنا أريد أن أستمع منك إلى أهم هذه الاحتياجات. يعني نحن اليوم نتكلم عن إسعاف القدس، وطبعا الأستاذ ياسر تكلم في هذا الجانب، وحضرتك نتمنى أن تتكلم أيضا عن أهم الاحتياجات العاجلة التي لا تستطيع القدس الآن أن تستمر في المواجهة بدونها، لأنها مدينة تنزف كما أشرتم، ويجب أن نضمد جراح هذه المدينة. أخي الكريم، سياسات الاحتلال التي ذكرنا جزء منها في هذه الحلقة أدت مع هذا الإغلاق التام في الجوانب الخمسة، اللي هو جانب المسجد الأقصى المبارك والمقدسات عموما، الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب التعليمي والجانب الصحي. هذه الجوانب الآن بناء على الضغط الهائل الذي يقوم به الاحتلال أدى إلى وجود احتياج في داخل القدس. على مستوى التعليم مثلا، ضرب الأفق التعليمي في داخل القدس، ضرب البنية التحتية في داخل القدس. الآن المدارس منهكة، يعني منهكة فعلا، عدد الطلبة الموجودين في الفصول عدد كبير جدا بضيق المساحة، البيئة التعليمية صعبة جدا الآن في داخل القدس. احتياج الفصول على سبيل المثال، على أقل الإحصائية موجودة نحن نحتاج إلى 2000 فصل دراسي احتياج منطقة القدس. هذا رقم، هذا رقم حقيقي، وقد يزيد عن ذلك أيضا. الآن تسرب الأطفال من المدارس بسبب ضيق العيش، بسبب الاحتلال ضيق عليهم العيش في داخل القدس، وبالتالي الابن خاصة مرحلة الثانوية يخرج للعمل في سوق العمل. طيب هو الآن يريد أن يعيل بيته ويساعد والده في هذه، فإذا يتسرب المدارس. نسبة التسرب في مدارس الثانوية العامة في داخل القدس 50% يا جماعة، هذا رقم مرعب. وبالتالي كله من سياسات الاحتلال طبعا في هذا الإطار. سياسة نشر المخدرات، الاحتلال اليوم يوزع المخدرات مجانا وفاتح أماكن للتوزيع المجاني، بل يعاقب الأب والأم إذا قاموا بعمل مكافحة المخدرات للأبناء. نعم. وبالتالي إحنا نعيش في كارثة كبيرة. توجد جمعيات مكافحة المخدرات الآن على مستوى التوعية ومستوى التوعية للأسرة وللشباب في المدارس وفي كل مكان، وبالتالي هذا كله برنامج يحتاج إلى دعم. المشاريع الصحية في داخل القدس، يوجد عندنا الأطباء الآن منفصل، الجدار الفصل العنصري فصل الشعب الفلسطيني عن الشعب الفلسطيني، يعني بمعنى أن المستشفى في جانب والشعب في جانب، والمستوصف في جانب والشعب في جانب، وقس على ذلك. وبالتالي الآن هذا أدى إلى
انحسار العمال والموظفين والفنيين الأشعة وكلهم في جانب والمستشفيات في جانب آخر. على مستوى المقدسات على سبيل المثال، الحرب القائمة على مساجد القدس، الحرب القائمة على المسجد الأقصى المبارك، منع المصلين من الدخول، هذا ترى قرار علينا على المسلمين بس. الآن اليهود مسموح لهم يتحركوا، اليهود اليوم يتجولون في شوارع القدس كما يريدون، اليهود يصلون إلى حارة البراق. وقد رأينا لهم فيديوهات وهم يؤدون طقوسهم عند حائط البراق وغيره. صحيح. إذا الآن تواجد المسلمين في داخل المسجد هذا واجب الأمة أن تدعمهم. نعم. لأنه أهل الثمانية وأربعين يستطيعون الوصول، وجزء من أهل الضفة يستطيع الوصول. دعنا نتوقف هنا قليلا أستاذ سمير ونعود للأستاذ ياسر مرة أخرى، وأريد أن أسألك عن التفاعل مع هذه الحملة إسعاف القدس، وقد يعني أطلقتموها قبل أيام وتستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك، هل وجدتم تفاعلا شعبيا ورسميا من بعض المؤسسات في العالم العربي والإسلامي؟ الحمد لله بفضل الله تم التفاعل على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وحتى يعني قامت كثير من المؤسسات الإعلامية بالتواصل معنا من أجل أن نشر هذه الحملة، وكما يعني هناك قنوات كثيرة عرضتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها أيضا قناتكم الكريمة. بالنسبة إلى التفاعل الجماهيري، نحن ما شاء الله تفاعل كبير من أهلنا في جميع المناطق. نحن قلنا أن هذه حملة عالمية، وأيضا نحن نعرف أن جراحات الأمة كبيرة، ولا يخلو بلد من جراح، لا يخلو بيت من جراح. الآن إلا أن قضية المسجد الأقصى تبقى القضية التي تهز وجدان كل مسلم، يعني وأيضا هذه القضية قضية أمة لابد أن يتفاعل معها كل أفراد الأمة. نحن نستهدف جميع شرائح المجتمع الإسلامي، نستهدف أصحاب الضمائر الأحرار في كل الدول، ونقول أن هذه القضية قضية أمة، وأن فلسطين والقدس هو وقف إسلامي، ومن حق كل مسلم أن يدافع عنه ويلبي النداء. يعني كان التفاعل جيدا من ناحية التفاعل الشعبي أقصد، والتفاعل المؤسساتي للتعاون مع هذه الحملة والمساهمة بالتبرع أو المساعدة الخاصة بذلك. نعم، كما تعرفون الآن الحياة مغلقة ولكنها مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الاجتماعية، لذلك نحن نخاطب الأمة عبر هذه الوسائل الآن. نعم. طيب طبعا الحملة مستمرة حتى نهاية الشهر. نعم، حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وهناك شيء أيضا أريد أن أذكره، أن الشيخ عكرمة صبري قد أفتى بتعجيل الزكاة وتذكير الموسرين أن يبادروا بإخراج أموال الزكاة أموالهم، وأنه يجوز شرعا تأديتها لما فيه من مصلحة الفقراء والمحتاجين في كل مكان. وقد أكد أيضا شيخ علي القرداغي أنه من الناحية الشرعية تتوفر في مدينة القدس معظم مصاريف الزكاة الآن، وقال ربما هي البلد الوحيد الآن الذي تنطبق عليه كل هذه المصاريف. وهناك شيء أريد أن أقوله، أن أهل القدس نحن بحاجة إليهم، أن أهلنا في مدينة القدس نحن بحاجة إليهم أكثر مما هم بحاجتنا، لأنهم هم خط الدفاع الأول عن أقصانا وعن مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن لا نتركهم وحدهم في هذه المنحة لهذه الوباءين، وباء كورونا وباء الاحتلال. نعم، أشكرك على هذه الإجابة، أرجو أن تبقى معنا أستاذ ياسر. أستاذ سمير، يعني بالإضافة إلى ما تفضلتم به، نلاحظ نوع من العنصرية، وهذا أشرت إليه في إجابتك عن السؤال السابق، العنصرية في أن الاحتلال يسمح ل الصهاينة من المتدينين بالتحرك في أنحاء البلد القديمة وفي الأقصى بأداء بعض الطقوس، ولا يسمح للمسلمين ولا يفتح الأقصى أمام المصلين الذين يرغبون بالصلاة والتراويح والاعتكاف في المسجد المبارك. هذه أيضا عنصرية مقيتة لا أحد يركز عليها. نعم، تسمح لي بس بالنسبة لسؤالك السابق للأخ ياسر. نعم. أنا أحب أن أعالج على مسألة تفاعل التواصل الاجتماعي مع الحملة أو مع القدس موجود، لكن نحن نريد أن ينعكس هذا الأمر ماليا على القدس والمسجد الأقصى المبارك. يعني أنا أذكر لك مثال بس شيء بالمقارنة، يعني ما هي ميزانية الاحتلال الأخيرة
في شهر ديسمبر 2012، فقط شهر ديسمبر 2012 الاحتلال أقر إقامة مقبرة يهودية جديدة في جنوب المسجد الأقصى المبارك تحتوي على 8000 قبر. قيمة هذه المقبرة وميزانيتها 50 مليون دولار فقط. فقط أنا هذا مثال، لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر. نعم. وإلا هذا الكلام طويل جدا في هذا الموضوع. الذي يقره الاحتلال من ميزانيات للقدس، والله فرق شاسع جدا بين الأمة الإسلامية التي تدفع للقدس وبين ميزانيات الاحتلال، لا مقارنة. لكن هذا الأمر الذي يدخل من الأمة الإسلامية وإن كان قليلا يصبر الأمة ويثبتها ويثبت المقدسيين. ولذلك كانت توصيات كثير من الناس إياكم أن تقطعوا هذا النقاط التي تضعوها في أفواهنا في داخل القدس. إذن هم يعبروا أنفسهم أهل القدس مع كل الدعم اللي كان موجود أنه عبارة عن نقاط يأتي إليها. لأنه إذا أنت تقول ميزانية الاحتلال في عام 2018 2.5 مليار دولار فقط لتهويد القدس، مؤسسة يهودية اللي هي وزارة من وزارات اليهود زادت عندنا ميزانية، وهذا ندخل على موضوع العنصرية، زادت عند الوزارة تقريبا 200 مليون دولار. مباشرة الوزيرة، وزيرة الثقافة، اتخذت قرار وحولتها إلى القدس، لأنه ما تحتاج ترجع لرئاسة الوزراء، لأن كلهم منشغلين في تهويد القدس. أصلا كل الوزارات ماذا تقدم للقدس في هذا التوجه؟ وأذكر مثال أبو علاء قريع اللي هو رئيس ملف القدس في السلطة الفلسطينية الحالي أو قبل أي فترة، ماذا قال؟ يقول حجم المبالغ التي دخلت إلى القدس عن طريق حتى السلطة الفلسطينية لا يتجاوز 37 مليون دولار من عام 2004 لليوم. هذه إحصائية مرعبة أيضا، وهذا من رجل مسؤول. الصناديق السيادية التي أطلقت للقدس، صندوق سرت كان بمليار، وصندوق قطر كان بنصف مليار، لم يدخل منها إلا 37 مليون دولار. نعم. من خلال من عام 2004 إلى اليوم تتكلم عن 16 سنة، اقسم 37 مليون. إذن الحجم التحويل المالي ما بين الدول العربية والإسلامية وما بين حتى الشعوب مقابل ما يفعله الاحتلال لا يذكر. وهذه أيضا صلب العنصرية. القدس أولا عند الاحتلال، القدس أولا، هو الذي يقول أن القدس أولا، لسنا نحن نقول القدس أولا. الاحتلال برنامجه في 2007 أطلق القدس أولا، كيدي أورشليم 16 مشروع قيمتها 500 مليون دولار لتهويد حول المسجد الأقصى المبارك. تقول للعنصرية، هو طبعا كل الدولة مبنية على العنصرية بالنسبة للقدس والمسجد الأقصى المبارك. أصلا كل وزارة ماذا تقدم للقدس؟ كل الأحزاب السياسية لا تنجح في الانتخابات إلا إذا ماذا تقدم للقدس؟ هذا رئيس الحكومة الموجود الحالي كل يوم يسمح للمستوطنين بالدخول، والسياح الأجانب ليسوا سياح، هم عبارة عن يهود، جزء منهم طبعا يهود، يدخلوا ليقتحموا المسجد الأقصى المبارك. كل يوم نسبة عام 2019 في الاقتحامات أكثر من 20 ضعف عن السنة التي سبقتها. فلذلك التحرك اليهودي في داخل القدس تحرك حقيقي. الحكومة تشتغل، البلدية تشتغل، الوزارات تشتغل، الكنيسة تشتغل، القضاء الصهيوني في داخل القدس، كل القضاء يقوم بتنفيذ مخطط السياسي للاحتلال. إذن كل الدولة تشتغل لموضوع القدس، وبالتالي إيش موضوع أنه يمنع الفلسطينيين ويدخل اليهود؟ هذا شيء بسيط أصلا في سياسة الاحتلال هذه الأيام طبعا. يعني هو يعمل وهو يعمل ونحن نتكلم، يعني نحن أقصد الفلسطينيين والعرب، يعني إحنا بنقول القدس أولا وبنعمل صناديق وكذا، لكن لا شيء يصل للأسف. ولا نريد أن نجلد ذواتنا، ولكن الحقيقة مرة. نعم أخي، نحن لا نريد أن نصدم العالم الإسلامي بالإحصاءات والأرقام الموجودة. لذلك عبر الشيخ عكرمة أنها مخططات مرعبة. نعم. للقدس. المسجد يا جماعة يوشك أن ينتهي المسجد. إذا هدم المسجد ماذا سيكون ردات الفعل في العواصم العربية والإسلامية؟ من سيتحمل ردات الفعل هذه لو هدم؟ أنتم تعرفون قبل أيام لما كان باب الرحمة كل العالم الإسلامي وقف بس باب الرحمة، فكيف لو هدم؟ يا جماعة
يجب أن تكون حساب للردات الفعل العربية والإسلامية في الدول، يجب أن يحسب السياسيين هذا الأمر، لأنه هذا موضوع خطير جدا للغاية. هذه قضية عقيدة يا جماعة. أنا أريد أن أقول لكم القدس في قلب كل مسلم. صحيح هم ضعاف ومش قادرين يساعدوا، وفي أنظمة بدأت تمنع من المساعدات ومنع التحويل المالي وما إلى ذلك، لكن الآن مثل هذه القضايا والحملات هي عبارة جالس في بيتك على الإنترنت تدفع $5 $10 $20، من يتابعك على $10 $20؟ أنت اليوم إذا أنت بتفطر أولادك، إذا عندك 5 أفراد اعتبر الشاب السادس هو القدس. نعم. إذا بتصرف 100 ليرة تركي ولا 100 ريال سعودي، اعتبر يا أخي 20 ريال سعودي أو 20 ليرة تركي للقدس، اعتبروها يا أخي نفر زيادة في بيتك يا أخي. كل مسلم يعتبرها بهذا. إذن القدس هي القلب النابض للأمة يا جماعة. الحاضرة الاستراتيجية والسياسية والحضارية والدينية والثقافية والإعلامية عبر كل السنين الماضية هي القدس. يجب أن ننتبه. هذا خطاب لابد أن يصل إلى الأمة. نعم. اليوم إحنا يا جماعة هاي القدس مش إنا، القدس للعالم الإسلامي كله في كل الدنيا. لماذا نترك 400,000 فلسطيني فقط في الداخل هم اللي تحت المقصرة ويضربون ليل نهار ويدمرون ليل نهار، والضرائب الباهظة والسجون والمعتقلات وكل شيء في داخل الإجرام الصهيوني يمارس على أهل القدس. إذن وبالمقابل إحنا قاعدين بنقول نجاح حملة وغيرها، هذا ممتاز لا بأس، أنا ما بقول لا، لكن بالمقابل ما الذي جاء من الناحية المالية؟ 2.5 مليار دولار دفعت ميزانية القدس، هذه الإحصائية 2019 مش عندي، أكثر من هذا طبعا بكثير. نعم. لم نصل إليها حتى الآن. وبالتالي لابد أن ننتبه يا أمة الإسلام، تحركوا في كل مكان. القدس والأقصى ليس ملكا للشعب المقدسي أو ليس ملكا للشعب الفلسطيني فقط، إنما هو ملك لهذه الأمة المترابية الأطراف في الدول العربية والدول الإسلامية في كل الدنيا. يجب أن يتحركوا لهذا الأمر، يجب أن ننقذ القدس والمسجد الأقصى المبارك. نعم. نعم. في الحقيقة اسمح لي أشكرك أستاذ سمير سعيد على كل ما تفضلت به في الحقيقة حول معاناة هذه المدينة بالأرقام والإحصائيات وبهذه الحرارة في الحديث الذي يعكس ألما كبيرا، كما لو أنك تعيش في تلك المدينة، مع أن المدينة هي التي تعيش فيك وتعيش فينا جميعا. ولذلك نحن نتكلم اليوم عن معاناة هذه المدينة في دقيقة واحدة لو سمحت أستاذ ياسر. ما المأمول من هذه الحملة؟ هل تتوقع إن شاء الله أن تحقق أهدافها؟ وهل تتوقع أن يكون التفاعل معها على النحو المطلوب؟ يعني نحن نأمل من الأمة جميعا أن تتفاعل مع هذه الحملة. هدفنا هو تحشيد الدعم لهم في ظل انشغال العالم بهذا الفيروس، وتسليط الأضواء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية على أهلنا في مدينة القدس كافة القطاعات المتضررة. كما تفضل الدكتور سمير مشكورا أن القدس هي قضية أمة، لابد أن يتفاعل لها كل أفراد الأمة وخاصة في هذه الفترة الحرجة. أيضا التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي والتوزيع والنشر وكشف إجراءات الاحتلال ضد أهلنا في القدس والمقدسيين، هذا أقل شيء يعني يمكن أن يعمله الآن أهلنا في الخارج. المشاركة أيضا في الحملات، حملات إسعاف القدس عبر الدعم المالي، يعني كل فرد يستطيع كما تفضل فضيلة الدكتور أن يتبرع بأي شيء. يعني هناك من يستطيع أن عائلة مسورة يكفل عائلة، هناك من يستطيع أن يفطر صائما، هناك من يستطيع أن يتبرع بدولار، هناك من لا يستطيع يستطيع أن يشارك في نشر هذه الحملة بين المسلمين. نعم. يجب يعني أخيرا أقول يجب لا تنسينا كورونا القدس. وهناك مقولة يعني ليس هناك شيخ أرادوا أن يشتروا منه أرضه، يعني أهل فلسطين يعيشون هذه الظروف الصعبة ويستطيعون أن يملكوا الملايين إذا أرادوا، يعني يبيعون هذه العقارات. دفعوا له $30 مليون ثمن دكانه، فقال لهم أحضروا لي توقيع من 1.5 مليار مسلم حتى أعطيكم إياها بالمجان، لأن هذه ليست لي وإنما لكل المسلمين. ونؤكد أن القدس وفلسطين هي وقف إسلامي، ويجب على كل المسلمين أن يتحركوا للدفاع عنها وليس أهلنا في القدس فقط. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر الخطيب المتحدث باسم حملة إسعاف القدس، وشكر موصول لضيف الأستاذ سمير سعيد الباحث المتخصص في شؤون المدينة المقدسة، شكرا لكما.
ننتقل بكم إلى زهرة المدائن، وفي هذا في هذه الحلقة نتحدث عن قرية الجيب المقدسية، فإلى القدس الحبيبة. الجيب، المملكة الكنعانية المعزولة عن مدينتها الأم، على ارتفاع 700 متر فوق سطح البحر وعلى بعد 9 كيلومتر هوائياً عن مركز مدينة القدس، تقع القرية المقدسية. على أراضيها أقيمت مملكة جبعون الكنعانية عام 3300 قبل الميلاد، وتوالت على أراضيها الكثير من الممالك والحضارات القديمة التي ما زالت آثارها ظاهرة حتى اليوم. تحتوي قرية الجيب على الجورة، وهي بركة ماء محفورة في الصخر بدرجها الذاتي اللولبي ونفقها المؤدي إلى قاع العين بعرض 1.5 متر. كما تحتوي على كنيسة رومانية ومقابر قديمة وينابيع الماء ومعاصر زيت الزيتون والكهوف القديمة. تشتهر الجيب بسهولها الأربع التي تزرع بالفقوس والخضراوات واللوزيات وكروم العنب. تمتد مساحة أراضيها 9000 دنم، صادر الاحتلال أكثر من نصفها لصالح مستوطنات جيفعادزييف وحدشاه وجبعون، فيما يخترق جدار الفصل العنصري أراضيها وعزلها بالكامل عن مدينة القدس وحرم سكانها البالغ عددهم 4000 من الوصول إلى مدينتهم الأم. أما في ذاكرة فلسطين فحديثنا اليوم عن الكاريكاتير الفلسطيني الذي يمتد من الاحتلال البريطاني للفلسطيني المحتلة وحتى يومنا هذا في محاولة للدفاع عن الحق الفلسطيني، فالمتابعة. رسوم رمزية بسيطة قدمت لقضية فلسطين أكثر مما قدمته آلاف الكلمات، ودفع أصحابها الثمن بالشهادة أو الأسر. منذ الثلاثينيات شكلت الرسوم الكاريكاتورية تحدياً لسلطة الاحتلال البريطانية التي علقت صدور الصحف العربية 34 مرة. اهتمت الصحف العربية بنشر الكاريكاتيرات السياسية على صفحاتها الأولى، وقدمت من خلالها نقداً لاذعاً للمفاوضات، وزرعت وعياً وطنياً في جيلاً لم يكن يعرف القراءة بعد. قال تقرير بريطاني بعد هبة البراق: في كل قرية تقريباً هناك من يقرأ الصحف، وسط جمع ممن لا يقرؤون. إن الفلاحين والقرويين العرب هم أشد تسيساً من كثير من الأوروبيين. شكل هذا الفن الساخر شكلاً من أشكال المقاومة التي سجلت معاناة الفلسطينيين ونقلتها في لوحات رمزية إلى كل أنحاء العالم. لم تكتف الرسوم بنقل المعاناة، بل سجلت نقدها على ممارسات القيادات الفلسطينية المتخاذلة وعلى سياسات السلام والتطبيع. من أبرز هؤلاء ناجي العلي، الذي دفع حياته ثمناً بسبب أحد الكاريكاتيرات الشهيرة. لم يتوقف الرسم على الفلسطينيين وحدهم. البرازيلي كارلوس لاتوف أثبت أن العمل الفني لا ينتمي للحدود الجغرافية. القلم والرسم والفن مقاومة. في ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، تقبلوا أعطر تحياتنا. السلام عليكم ورحمة الله.